موجز الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا ومرحبا بكم. إصابة 3 أشخاص بقصف مدفعي مصدره مناطق سيطرة قصد استهدف معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب شرقي حلب. وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تقول إن عدد العراقيين الذين استعادتهم من مخيم الهول في سوريا إلى بلدهم العراق وصل إلى نحو 4000 من أصل 20000 عراقي في المخيم. العثور على عبوة ناسفة في أحد مداخل مدينة جسر الشغور غربي إدلب الليلة الماضية وتفكيكها دون أضرار. مسلحون مجهولون يشنون هجوماً بالأسلحة الرشاشة على مقر لقسد بمناطق مختلفة في ريف دير الزور. قسد تعيد افتتاح المعابر النهرية بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة قوات الأسد غربي دير الزور بعد نحو أسبوعين على إغلاقها. رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرى يلتقي مدير منصة سوريا الإقليمية نيكولاس غرانجر ويبحث معه تطورات الملف السوري.